أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي وعلى أعداء آل محمد أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك، واجعلنا يا رب من خير شيعتها وخدامها الملتزمين لأوامر ولدها يوسفها مولانا بقية الله في أرضه. ليلة عظيمة جدا، ليلة ميلاد مولاتنا الزهراء سلام الله عليها. وفي حلقة ثانية من برنامج نساء فاطمية أقول لكم مساكم الله بالخير وأسعد الله أيامكم، نسأل الله أن يديم عليكم السرور والأفراح والبركة. ونحن الحمد لله نرفل باجتماع الزمان والمكان ليلة ميلاد الزهراء وكربلاء الحسين وأخيه قمر العشيرة، هذه البقعة التي تهوي إليها القلوب وتقصدها الأرواح وإن بعدت الأماكن والمسافات. شكرا لمولانا صاحب الزمان الذي وفقنا لأن نكون من الذاكرين لفرحة نبي الله المصطفى وفرحة أمير المؤمنين، فرحة ميلاد الزهراء، فرحة تفاحة الجنان والخلد، هذه السيدة العظيمة التي بشر بها كل من بيده رسالة يوصلها عن طريق أوصيائه للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هذه العظيمة المطهرة. وكما بدأنا في الليلة الماضية برنامج حلقة كانت من الطراز العالي جداً، وكذلك نحن في نفس المستوى مع ألمع نجوم الشعر والرد، أسماء خطوا واقعهم واعتبارهم وكانت بفضل الحسين عليه السلام ولكن بماء الذهب في عالم الخدمة الحسينية. أنا متشرف أن أكون وياهم وأدعوكم أيضا في هذه الليلة أنه إلى جولة رائعة من الاستمتاع والجمال في عالم الصوت والشعر. بداية أبدأ مع ضيوف الكرام الأعزاء اللي إحنا باسم كادر قناة الإمام الحسين عليه السلام وبرنامج نساء فاطمية نشكرهم ونقولهم نعم الله عليكم وإن شاء الله تعبكم ما يضيع عند الزهراء سلام الله عليه. بداية مع الشاعر الكبير والحبيب والأخ أبو أيوب حيدر الشيباني، أهلا ومرحبا بك. ما هلين، أسعد الله أيامك وإن شاء الله مسرات وأفراح بحق الزهراء الكريمة سلام الله عليه. أنت مشرفنا. شكرا لهال اللوحة الجميلة بهالنغم التقدمي، شكرا لمقدمتك الكريمة. الله يطول عمرك، هذا شرف كبير وأنتم إضافة كلكم بدون استثناء. شكرا لك. وأيضا الأخ والحبيب والعزيز أبو حبيب ملا أحمد الخيقاني، أهلا ومرحبا وأسعد الله أيامك. بالمهلية بعد قلبي فدوا روح لك إن شاء الله. أنت شرف، خير وبركة عليكم ولادة مولات الزهراء سلام الله عليه. إن شاء الله أنا وأنتم كنا في سجل مولات الزهراء سلام الله عليها، والحمد لله الله وفقني كنت في خدمتكم بركات الزهراء. وأيضا الحبيب والصديق والأخ الشاعر الكبير ابن مدينتي، طبعا سامحونا هذا ابن مدينتي يختلف الموضوع بعد، الشاعر الكبير الأستاذ ناصر الصالح. يا أبو مؤمل حياك الله. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير بمولد السيدة زهراء سلام الله عليها، واجعلنا من خدامها إن شاء الله ونتوفق لخدمة السيدة الزهراء ببركة مولانا الحسين سلام الله عليه وبالفضل العباس سلام الله عليه. شكرا لوجودك يا مؤمل، وأيضا فيكم. الحبيب والغالي والعزيز اللي أنا متشرف سابقا مو صحيح كنت في خدمتك في قناة الإمام الحسين عليه السلام، الأستاذ الكبير الحاج أياد النصراوي، حياك الله حج. حياك الله وبياك وحيا الله كل العاملين على هذه القناة بالخير والبركة والعافية، وأسعد الله أيامنا وأيامكم إن شاء الله بولادة سيدة نساء العالمين الزهراء، جعلها الله شفيع لنا ولكم إن شاء الله، وكذلك يكون العمل مقبول عند سيد ومولاي صاحب الزمان عجل الله تعالى الله فرجه يعني. الشريف أحسنت يا حجي، الله يطول عمرك. ومثل ما بدينا البارحة راح يكون هذا سياق البرنامج، قلنا نوه للأخوة المشاهدين والأخوات أن برنامجنا ما بي أي ترتيب ولا بي أي روتين ولا بي أي رتابة، تلقائية جلسة حسينية باسم الزهراء، صحي ولا عمي؟ هذا اتفاقنا هالشكل. احنا خلي شوية نكون تداخل يعني بما أنه اليوم فرحة طبعاً ومن حقنا الابتسامة طبعاً، يفرحون يفرحون لفرحنا.
يعني أني وأبو حبيب أستاذ أستاذنا وأخونا الكبير لا حصلنا أن الأستاذ الكبير لا حصلنا الكبير العملاق حطوا عيونكم أنت بكل حال أنت بكل حال أولا المعرف لا يعرف لا وأنتم كبار حقيقة قل لحقتونا على هاي المونة المونة بالأخير إيمو هي يقولون بالتالي رب عاد لحقتونا على هاي وراء اللوكيشنات أنتم خير وبركة حقيقة كلكم هذا واقع أنا أتكلم بلسان الواقع أنا مطلع بشكل مباشر على تجاربكم على نتاجكم كلكم مع حفظ الألقاب والمقامات لكم بصمة واضحة في عالم الحسين وهنيالكم يعني واحد يخلي بصمة باسم الحسين عليه السلام الحمد لله أبو أيوب نبدأ من عندك مولانا إن شاء الله نبدأ من الزهراء سلام الله عليها أنه اليوم ليلة ولادتها الولادة الكريمة العظيمة سلام الله عليها أنا قبل بداية البرنامج رد يعني أنوه عن فد شيء نعم اللي هو قبل شوي قلت لك يفرحون لفرحنا ويحزنون معلوم لحزن اللي اكو كذا عدد يعني على قد الاصابع او تقدر تقول اكثر شويه هذول ترى على تشوفنا على مدار السنه يحزنون لحزننا صحيح. على مدار السنه صحيح. يعني وتشوف حتى مشاركاتنا بالافراح قليله يعني جدا قليله يعني ولذلك ما تشوفنا نجهز تشوفنا صح. نجهز للدمعه انا محضر هذا السؤال اكثر من الفرح صح واتفقنا انه يكون سؤال للجميع حتى أي. الكل يشترك يعني هسه بما انه انا بديت نعم. كون انا الصغير لا انت عزيز يعني بالي كلكم كبار دائما تشوفنا نحضر للدمعه اكثر صح. من الفرح صح نحضر أي. للحزن اكثر لانه مشاركات تحكم ها مشاركات تحكم يعني صرنا بواجهه المجالس والمهرجانات والشو هاي خو هاي النعمه العظيمه اللي بس رب العالمين يعرف فشي عنها فعله يمر بيت بيتين تكون بدمعه فاحنا احنا وياك باسم سيد الشهداء سلام إن شاء الله للزهراء انت لك مطلق الحريه فاقول امنا يا فاطمه سلام الله عليها امنا يا فاطمه بالشوارع امشي والقالج ذكر خوش قمت احس كل باب شارك بالكسر وامي قالت زين الله لا يطينا باب حتى لا كل ساعة محسن ينعصر لا إله إلا الله جميل بالشوارع أمشي والقالج ذكر قمت أحس كل باب شارك بالكسر وأمي قالت الله لا يطينا باب حتى لا كل ساعة محسن ينعصر دفتر أعمالك إلهي دفتر أعمالك نزف دم الصلاة افتح الدفتر وشك فرض العصر جبنا كل أعمارنا إلهي الله دفتر أعمالك الله دفتر أعمالك نزف دم الصلاة افتح الدفتر وشك فرض العصر جبنا كل أعمارنا حدة صواب من طبعنا ش ما نحب ما نستقر لسن الطرواحنا وما نطبيتش نعم ينكسر خاطرنا بس ما ننكسر جميل جميل لسن الطرواحنا وما نطبيتش ينكسر خاطرنا بس ما ننكسر 1400 عام بلا يماي الله هو 1400 عام احنا خضر الله الله لسن الطرواحنا وما نطبيتش ينكسر خاطرنا بس ما ننكسر 1400 عام بلا يماي و1400 عام احنا خضر ساكته وجبت الحسن حكيك شلون الله 1400 عام بلا يماي و1400 عام واحنا خضر ساكته وجبت الحسن حكيك شلون وهو كل صياحه ما جايب عذر وربك كراما لمحسن شي صغير الله 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 1400 عام بلا يماي و1400 عام احنا خضر ساكته وجبت الحسن حكيك شلون وهو كل صياحة ما جايب عذر الله أكبر وربك كراما لمحسن شي صغير قمنا من نسافر نصلي قصر الله ساكتة الله ساكتة الله وجبت الله الحسن حكيت شلون وهو كل صياحة ما جايب عذر وربك كراما لمحسن شي صغير قمنا من نسافر نصلي قصر حسين غالي غالي يا بعض يا بعض
حسين غالي غالي وانت اغلى من الحسين، بس احس ضلوعكم نفس السحر. وشكو دقت باب احس روحي يتيم، ومن ورا الباب امي تحكي ويا الشمر تقول لي هيك الزهره من دفعه، والباب بكتر شاله ولزمه الباب بكتر. ايش قد بكيت عليك، بس عندي مجال اقدر القال ايش دوا باخر شطر. قمنا نجمع لحظه لحظه من الصلاه، وصار عندنا الفاركم ساعه صفر، واذا قامت الساعه بالكتاب ان شاء الله نسويها لك ليله قدر. الله وبسلامتكم. الله يا ابو ايوب. الله يا ابو ايوب. الله عليك يا ابو حبيب. الله يا ابو ايوب. الله يا طيب ابو حبيب. في بعد اي بعد هو هذا الظرف، يعني احنا اللي نطرحه قدام رب العالمين وهالبيت. اسماءه الحسنى بطه باديه. نعم الله. أسماؤه الحسنى بطه بادي، واليوم الشعبها جماد الثانية. ما شاء الله. لو أحمد لو أحمد أسماؤه الحسنى بطاب، واليوم الشعب بها جماد الثاني. لو أحمد ما حار إلا إنه يدعى أبا الزهراء، فهذي كافي علي قلب بغرامك انت وانت حنين، وهاك اسمع انت انت وانت انت وانت وانت علي قلبي بغرامك انت وانت حنين، وهاك اسمع انت وانت احب خمسه بحياتي، انت وانت وعلي وحيدر وحماي الحميه. الله يطول عمرك. احسنت، عاشت هاي الحناجر. هي مؤمل وعلي لولاك ما يكرف فداني. وعلي لولاك ما يكرف فداني، ولا صار الثمر داني فداني فداني. الله الله. وعلي لولاك ما يكرف فداني، ولا صار الثمر داني فداني. لو ان ترضين بي اصبح فداني، تهله الام ذا ترضين بي. الشجرة قالوا ما تحب الحطاب. الشجرة قالوا ما تحب الحطاب. توضيح، موش على الأرض مشتولة، البستان بستان الله بيطوبة تعيش، وأهل الله لازم بس لي طبولة. الشجرة قالوا ما تحب الحطاب، ما تحب الحطاب. توضيح، موش على الأرض مشتولة، البستان بستان الله بيطوبة تعيش،
واهل الله لازم بس لي طبوله. الفلاح قالهم ناتج الخوة سلام، قالوا له صح، بس ريت ما قالوا له الصدر هو الأول أحرقوا البستان، جابوا حطب كل الأرض حرقوا له. الثاني صح، الثاني صح، الثاني قالهم ليش شو بيها حاه، الفلاح قالهم ناتج الخوة سلام، قالوا له صح، بس ريت ما قالوا له الصدر هو الأول أحرقوا البستان، جابوا حطب كل الأرض حرقوا له. الثاني قالهم لا شو برد بها النار ما مشعولة، قال لا واحد خاف بها إبراهيم. الثاني قالهم لا شو برد بها النار ما مشعولة، قال لا واحد خاف بها إبراهيم. يجهلون بت من كانت المسؤولة، فياي طوبة تحس ندم منه يطيح مثل السحابة على الورد مرسولة. القلبة فياي طوبة تحس ندم منه يطيح مثل السحابة على الورد مرسولة. القلبة طيب وردة يزرع للناس ويحصد ذنوب البينفس مكتولة. راع الجريمة تعرفه بيوجد خوف، راع الجريمة تعرفه بيوجد خوف من نفسه خايف بالذنب معلولة. قالوا لي لا تكتب على الدافع باب، هاي الرواية بلا سند منقولة. الظاهر الباب ارتخى ترزل بيه ومن يما مرت عاصفة مجهولة دفعت الباب وطاح من وحدة الباب. وام الحسن يما اعتقد مشغولة والسبب واضح، كان صوج البسمار لا بر ذولة ولا أسامح ذولة. قالوا لي لا تكتب على الدافع باب، هاي الرواية بلا سند منقولة. الظاهر الباب ارتخى ترزل بيه ومن يما مرت عاصفة مجهولة دفعت الباب وطاح من وحدة الباب. وام الحسن يما اعتقد مشغولة والسبب واضح، كان صوج البسمار لا بر ذولة ولا أسامح ذولة. تبت يدا من أعرف وقلبي يقول لا والله كون من الكتف مشلولة. فاطمة ما ترضى عليه لعن عليه، طبعا هذا الحديث النبي كان يقوله. نعم فاطمة تغضب لله ذا غضبة يوم، وتغضب على العد الله ما مقبولة. المعقولة هي وغيرها بنص عقول، ويا هي قبل أم الحسن معقولة. المعقول المعقول الله. فاطمة ما ترضى عليه لعن عليه، لعن عليه، هذا الحديث النبي كان يقوله، هذا الحديث النبي كان يقوله. فاطمة تغضب لله ذا غضبة يوم، وتغضب على العد الله ما مقولة. المعقولة هي وغيرها بنص عقول، ويا هي قبل أم الحسن معقولة. ومولاة عذرا احنا هم مقصري، أم ولدك لا صفقة ولا هالهولة، كون ابتسامة نوزع بهذا اليوم لشفاه كل طفلة وطفل مهمولة. مولاة عذرا احنا هم مقصرين، مولدك لا صفقة ولا هالهولة، كون ابتسامة نوزع بهذا اليوم لشفاه كل طفلة وطفل مهمولة. يالما رضيت عيون زينب تنظام، يالما رضيت عيون زينب تنظام، عدنا يتامى هواي ما مكفولة، وعدنا جرح مفجوع وتلجمة سيوف، والمشكلة يكبر إذا داوله. الجرح يكبر لو فقد خلانه، ويم باب عرش الله نسمع خلانه بنار الغياب كم سنة، خلانه بس ما يهم ننتظر لو بس منحر وبسلامة. الله الله أبو أمل، شنو هالرحلة الجميلة جدا، الله يا أبو، في عالم الزهراء حكايات النصراوي. الله يحفظكم إن شاء الله. نقول
أكثرت حسادي أكثرت حسادي بمدحك سيدي. احنا بعد ننحاز لك خلينا خطار علينا من مصر احنا وسهلا. أكثرت حسادي أكثرت حسادي بمدحك سيدي فقرأت قل وكتبت فيك قصائدي. الله أولي أولي الله. يا واهبا بحر البيان لآلئا يا واهبا بحر البيان لآلئا القافيات 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 بذكر اسمك تهتدي. القافيات بذكرك بذكر اسمك تهتدي. أعمالنا 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 نحو الجنان تقودنا. الصلاة على النبي محمد والأعمال 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 اتجه لله بتدابيرك خالد اتجه اتجه لله بتدابيرك والأعمال 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 بيوم الحشر ما ينفع والأعمال بيوم بيوم الحشر ما ينفع والأعمال والأعمال بولاية حيدر الجنة ولاية ولاية آمال لا لا يا أيوب بولاية حيدر حيدر يا خيقان حيدر بولاية حيدر بولاية حيدر الجنة والأعمال والأعمال عند الصلاة بصلاتك على النبي مقبولة هي. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاعر هالحبيب والقريب من إن شاء الله خلف الكواليس المبدع محمد الكردي. ونعم حسن طيب الله الفاسد الله يعطيكم العافيه. طيب الله الفاسد الله يعطيكم العافيه. اروح لك فدوى بعد قلب ابو حبيب يعني اذا عمي اذا البدايه هالشكل طول مجال ورانا بعد عندنا ساعه تقريبا ورانا نعي. لا انت انت تخوف ابو حبيب انت تخوف اتحمل والله. يعني حقيقه يعني انا قلت للاخوه المشاهدين اقولها امامكم حقيقه يعني هالحلقات امس واليوم وباكر ان شاء الله ايضا من الطراز الثقيل
كلهم خير وبركه يعني. كلكم خير وبركه. احنا عندنا خمس دقائق قبل الفاصل، احب انه صار عندنا فرد حوار مشترك حول قضيه اثارها الحبيب ابو ايوب، انه بزخم المشاركات العزائيه ونوعيه توجه الناس وواقع المجتمع العراقي اللي مليء بالمأساويه، يعني ان شاء الله بركه صاحب الزمان يمن على هذا البلد بتغيير الحال وقلب الاوضاع، لانه الشعب تعب. هاي فرد رد يعني فرد حاله طبيعيه، انه انت بما انه مشاركاتك العزائيه اكثر، مشاركاتك المولوديه اقل، فيضعف النتاج، يصير بجانب تقصير هالمجال. ابو حبيب شو تقول؟ ولا حبيبي شوف، احنا وضعنا كان سوالف على العراق، بس احنا ما لنا علاقه، اي احنا في هذه الاجواء. العراق هو دا يدخل، انت تشوف يعني الشعب خاصه، شوف من مصيبه الى مصيبه، بين شهداء وبين تجينا ايام استشهاد الائمه سلام الله عليهم، توجه الشباب الى الهيئات واقامه المجالس بكثره، كثر الناس مرات تريد متنفس، لمرات يقول لك اريد نبكي اريد نرتاح. اي فالناس من كثر المصاب اللي عندها، من كثر اللي تصير هسه عندنا بالعراق، الناس قامت تتوجه مرات للمجالس، يقول لك انا اريد اطلع الهم اللي بقلب، ما يقدر يفرح. يعني ماكو بيت هسه بمنطقتك انت بشارعك، اريد اخصصها كل مكان بشارعك، كل بيت اقل شيء تلقى لك اربع خمس شهداء، بين صح. تفجير، بين شهداء حشد، بين مخطوب، بين كذا، صح. فتشوف الناس توجهت الى، صار طابع حزن عندنا على مستوى العراق. وبالاحرى ابو حبيب مصيبة الحسين سلام الله عليه إلها جاذبية. أي هو هذا الموضوع، الناس قام تتقرب لأهل البيت. يعني حتى الناس صاحب الشهيد أو عائلة الشهيد هي تتأسف بالحسين أي رحم الله والده، تلقى مجلس بثواب هذا الألم، مجلس بثواب فلان شهيد. لأن الحسين سلام الله عليه إلى جاذبية قوية تجذب الأرواح. وأتصور تتفقون وياي بشيء، وخصوصا نعم. بهاي الفترة الأخيرة نعم. نعم. وكأنه يعني تشوفها وكأنه صارت اللغة الدارجة، يعني اللغة المتداولة واجدة على مدار السنة، مجالس السنة. أنا أعرف أكو ناس مجالس خاصة بالعيد، حتى بأفراح الأئمة، وقد هي قد يكون انه هي طقوس عباديه، انه بالمجلس يكون الدعاء صحيح. يكون ذكر لله سبحانه حجيات الناس قام تتقرب. انا قلت فرد قضيه انه قد يعتبر من جانبنا تقصير اتجاه افراح الائمه، شو تقول حجيات؟ والله يعني خل اقول بتعبيري الشخصي، يعني مو بصوره عامه، هو اعتبر اني يعني تقصير ملة. ليش؟ لان احنا لو نكون على 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 قد او على سعه المسؤوليه، حينما قال رسول الله يفرحون بفرح صادق سلام الله، سلام الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، الامام الصادق عن رسول الله. هنا المنطق يقول الا انه الفرحه اليوم احنا جمعنا، ليش ما لبسنا سواد واجينا نقلنا قضية الفرح إلى 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 تعزية؟ ما يلائم. أنا أسأل القناة على سبيل الفرض، أسأل سماحة الملة الكريم، أسأل قدام الحسين أبو أيوب أستاذ أحمد أستاذ ناصر، ليش ما لبستوا أسود وأجيتوا؟ هنا هي هنا تترجم حضورنا اليوم، يترجم هالموضوع، هذا يترجم الموضوع بهالشاكلة هاي، إلى أنه يفرحون لفرحنا. لازم شوية ندخل السرور في قلب الزهرة، حالة زخم إعلامي على هذه القضية من هالباب هذا. أنا كرادود طبعا أحكي، يعني كرادود كرأي، لو تتمنى يصير قانون مثلا. طبعا احنا هذا القانون سنيناه. انا بالنسبه لي بالافراح ما ابكي، تريد لي كثير من المناسبات ادعو لها داخل وخارج العراق، ما ابكي بها. الله انا اطلع لك من مكان ثاني، اقول لك ليل الزهراء فرحها ليله، ولادتها ليله، واستشهادها ثلاث روايات مو 90 يوم، يعني اخو هنا انا صار ملت للحزن اكثر، بس ماكو تقاطع. ما يخالف استاذ، بس ماكو تقاطع. ما يخالف. لا تقاطع، ما لا 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 مو تقاطع. ثلاثة ايام بيوم هو اللي يحكي من باب التقصير. اي من باب التقصير، ثلاثة ايام يعني حزننا على الزهراء بيوم واحد. يفترض ان بولادة الزهراء تكون الفرحة اسبوع فاطمي او عشرة فاطمية، يعني انه نفرح بولادته. يعني انا اعرف هسه مؤسسات واعرف هيئات ابو مؤمل، نعم الله شاهد مسوين تعزية اليوم،
ليش؟ ليش؟ هسه لهم وضعهم بس حتى يصير فرد لملمة للموضوع انه اكو قضيتين لازم يصير. اولا زخم اعلامي كتوجيه من الجهات المختصة انه لابد من احياء ذكرى مواليد الأئمة حسب ما جاءت به السيرة. الامام عليه السلام اي امام من الأئمة كان ينحر الذبائح، يستقبل المهنئين، يعلن انه قد ولد لنا مولود مبارك او مرضى سلام الله عليه، كان يبشر بقدوم المولود المبارك اللي هو الامام الجواد سلام الله عليه. هذا جانب. والجانب المقابل انه الكلمة المسموعة مثل جنابكم الكريم الان انتم مواجهات اجتماعية وحسينية مهمة، كلمتكم المسموعة لما تصل مو هو هم مجتمعنا يعني قام ما يتفاعل، يعني هو مثل ما تفضلت يعني هو مكسور. هي انا هذا انا هاي اسولف عليه هو مكسور ابو عباس هاي اسولف عليه يعني. انت داخلك علم اكو علم ما تقدر على مرات ابو حبيب هذا يا اللي يبدي به حتى انه يكون له جذور اعمق وتواجد اكثر. هم اصحاب الهيئات نفسهم صحيح. والمؤسسات الدينيه هم يبادرون اللي ناس هم اهل الاختصاص والراي بامور المحافل هم اللي يبدون بهذا. الخادم يحضر انه تدعي يحضر صحيح. لكن صحيح. الحمله تبدي انتم حضراتكم لانه بحجم المشاركات تحضيركم يكون يعني الان احنا مثلا عندك انت 10 مهرجانات عزاء وواحد فرح تحضر للفرح. لا بس انت عندك عندك على طول السنه كم فرح؟ شوف ثلاثه انت حتى على صعيد الكتابه على صعيد كتابه كشاعر تلقى الشاعر يكتب قصيده لان باعتبار الروايه الاولى والثانيه والثالثه تلقى اغلب قصايده شنو؟ فاطميه عزائيه فاطميه يعني بالولاده ها نوعا ما هم يريد يرتاح يردي ها نوعا ما ليش؟ لان ماكو اكو اهتمام بالولاده. طبعا احنا ندعو كل المؤسسات ان تهتم بهاي الولاده بصوره ابهى بعد هذا الموضوع. واحنا نشكر قناتكم الكريمه على هاي المبادره. احنا بالنسبه لنا هذا واجبنا وهذا ديدن قناه الامام الحسين منذ التاسيس والى الان. وحضراتكم تقريبا كلكم صرتوا شرفتونا في هذه القناه. احنا ايام المواليد نسوي اكثر من ليله على مود تصير حاله نقل الواقع او نتعمد تكون من عند الحرمين من عند الحسين والعباس. هذا الحديث نرجع ان شاء الله نكمله من بعد الفاصل. استاذنكم احبانا واعزائنا المشاهدين، حديث جميل وشعر جميل وصوت جميل وجلسه جميله وليله ولا اروع ليله ميلاد الزهراء سلام الله عليه، ليله فرحه صاحب الزمان بابي وامي. راح نروح فاصل ونرجع وياكم، لا تروحون بعيد. العالم الإسلامي بولادة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام، ونهنئ العالم الإسلامي والمراجع العظام بهذه الولادة، ولادة سيدتي فاطمة أم الحسن والحسين، ويدفع البلاء عن هذا البلد الجريح وشعبه المظلوم بحق الحسين الشهيد عليه السلام. نهني الأمة الإسلامية بولادة فاطمة الزهراء عليه السلام، وهاي الأمة إن شاء الله أمام يحشرنا معها ويوخر من هاي الغمة من هاي الشعب العراقي، يحشرنا ويدفع لنا البلاء إن شاء الله على الأمة الإسلامية. نهني العالم الإسلامي والأمة الإسلامية والإمام الحجة حج الله فرجه الشريف ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام، وإن شاء الله أيام مباركة، وإن شاء الله الأمن والأمان لعراقنا الحبيب والمقدساتنا ومراجعنا العظام. الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. هنئ العالم الإسلامي والمراجع الدينية والإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف مناسبة ولادة فاطمة الزهراء عليها السلام، ونسأل الله أن يدفع هذا البلاء عن هذا البلد إن شاء الله، ويعزز الأمن والأمان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك للعالم الإسلامي والمراجع العظام بولادة الزهراء سلام الله عليه، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ
الشعب العراقي والأمة الإسلامية أجمعين، ويحفظ زوار أبي عبد الله سلام الله عليهم، ويحفظ كل شعبنا العراقي، ويا رب يرفع هذا الوباء عن هذا الشعب، ونتمنى ترجع الأوضاع طبيعية إن شاء الله، ويرجع كل شيء على مكان إن شاء الله. هنا صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، حيث يقول عنها رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة حوراء أنسية، وكلما اشتاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رائحة الجنة نظر إلى فاطمة الزهراء عليه السلام. والسيدة الزهراء عليه السلام تعتبر المحور الفاصل بين النبوة والإمامة، فهي أم الأئمة المعصومين عليه السلام. ونشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لزيارة هذه المراقد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق فاطمة الزهراء أن يجعل العراق بلدا آمنا بحق محمد وآل محمد. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. بادئ ذي بدء، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب العصر والزمان بمناسبة الولادة الميمونة لسيدتنا ومولاتنا الزهراء، سائلين المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عن هذا البلد الجريح، إنه نعم المولى ونعم النصير. أخوكم القارئ محمد سليف عطية من محافظة. الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الراضية المرضية، السلام عليك يا ابنة المصطفى، السلام عليك يا حليلة المرتضى، أم الصبطين الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من منطقة ما بين الحرمين الشريفين، لنقدم لكم هذه التغطية بهذه المناسبة المباركة، كونوا معنا. صاحب العصر والزمان بذكرى ولادة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام. أنا من خلال برنامجكم حابة يعني أوصف للبنات اللي يذبن الحجاب والعباية، سيدتي ومولاتي سيدة زينب عليه السلام لما قتلوا أخوانها وقتلوا الأصحاب، يعني ظلت ملتزمة بالحجاب. للأسف جاي أشوف البنات لا يلبسن حجاب ولا يلبسن عباء، وهذا الشيء يبعدنا عن الله وعن أهل البيت. أنا أوصل رسالة للبنات اللي ما يلبسن عباية، أقولهن العباية وقار للماء، بالعكس تزيدها جمال، تزيدها أناقة. والله أنا ضايجة كلش ومن قلبي، لأن جاي أشوفن البعض بين الحرمين ما يلبسن عباية، هذا الشيء يعني أنا ضايجة حيل يعني. بس إن شاء الله الله يهدي، نهدي النقم من الله الهداية، الهداية يهدينا ويهدي جل. نهن الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، والله يرفع عنا هذا الوباء والبلاء بجاهها عند الله، ونسأل الله أن يمن على نسائنا بالتوفيق للاقتداء بها في هذا الزمن الصعب.
اللي أصبح بي ندرة بالاقتداء بها وصعوبة، ولكن نسأل الله رعاية الإمام صاحب العصر والزمان والمسح على رؤوسنا بالرحمة. نهني العالم الإسلامي والمراجع العظام وجميع الأمة الإسلامية بولادة الزهراء عليه السلام، وإن شاء الله يجعل يعني ولادته إن شاء الله خير وسعادة للأمة الإسلامية مو بس للعراق. هي صح العراق أحوج بهالفترة للدعاء، بس إن شاء الله مو بس للعراق، للإسلام كله وللمسلمين إن شاء الله، ويعجل فرج صاحب الزمان بجاه الحسين. ونهنا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه مناسبة ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام. ربي يجعلها، ربي خلصنا من هذا الوباء، ويحفظ الأمة العربية ويحفظ العراق من الانفجارات ومن الهم ومن الحزن يا رب، ويجعلها سنة خير على أمة محمد. إلى هنا نختم لكم جولتنا التي قدمنا من خلالها تهاني وتبركات أخواتنا الزائرات من منطقة ما بين الحرمين. ندعو من الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دمتم في أمان الله وحفظه. رجعنا وياكم أحبانا وأعزائنا المشاهدين من بعد هذا الفاصل لأخذ التهاني والتبريكات باسم مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه فيما بين الحرمين الشريفين، هذه المنطقة المهمة اللي لها وقع كبير في قلوب كل محبين أهل البيت سلام الله عليهم. وأقول يا أبا عبد الله، الوافدون إلى مقامك أيقنوا، الوافدون إلى مقامك أيقنوا أن الوصول إلى الضريح نجاة، الوافدون إلى مقامك أيقنوا أن الوصول إلى الضريح نجاة، والداخلون إلى مقامك أدركوا من أي باب تدخل الجنات. عودة جميلة وياكم أحبانا وأعزائنا المشاهدين وبرنامج نساء فاطمية، وهالروعة هالليلة الإبداع على مستوى الشعر والصوت وحتى على مستوى الحديث. تناولنا موضوع مهم كان في بالي أنه نرجع نكمله، ولكن يعني الكل اللي بالكنترول والقائمين أوجه لهم باسم الضيوف طبعا أعزائنا، أوجه لهم تحية للقائمين على برنامج نساء فاطمية، لأنه إحنا مخليهم بزخم مباشر وتعب وضغط وحالة من الشد، لأنه نريد نقدم فرد شيء لمولاتنا الزهراء سلام الله عليها. وأعود إلى عالم الشعر والصوت. أبو أيوب، أنا قلت لك بالفاصل أنا من الجميع، يعني عندي طلبات خاصة يعني. وأنت تأمر وتطلب. أنا خادم. قصيدة الإمام العسكري سلام الله. سلام الله عليك يا مولاي. سلام الله عليك. أولا بها قصة؟ هي طبعا أكيد، شوف هي معظم خدام الإمام الحسين يعيش حالة ويكتبها. خوش. مرات يمرن مرور سريع يلوح. أي. مرات لا، هي الحادثة والواقع الصر أمامه. من اتصلت بي قناة الإمام الحسين، وشكرا للإمام الحسين وقناة الإمام الحسين، قالوا لي أنه عندنا كذا برنامج، بديت أحضر قصيدة اللي هي حبيت أهديها، لكن تعرفون ظروف عندنا فاتحة وكذا. يلا يكون بعونكم. صحيح. فما كملت اللي هي طلع من عندها بيتين وشطر. خوش. وأتمنى من الإمام الحسين أنه حضراتكم القاعدين والمشاهدين أنه تدعو لي أنه تكمل إن شاء الله ببركات الزهراء اللي هي طلع موضوع الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول له بسم الله الرحمن الرحيم، إن شانئك هو الأبتر، أما أنت لا مولاي محشوم، اللي يحب اليمك يحس بيها ناموس. الله. انت اطول من الصعده وعلى الشتاف، بس المشكله التاريخ بفلوس. مع الاسف. اي والله مع الاسف. هاي فقصيده الامام العسكري بعد ما لحقت اكتبها، فقصيده الامام العسكري يوم من الايام حاضر بمجلس عزاء، وكان ذكر استشهاد الامام الحسن العسكري سلام الله عليه. فمن ضمن ما ذكر الخطيب انه كان عمر الامام 28 سنه اي حين شهادته سلام الله. فهنا طرقت الباب العددي وأقول العمر 28 ما أشوف. خوش.
أشوف 28 منجز. جميل. لو كاتب درت وجهك ورديت شعيب وعمره يمطاريك يعجز. الله. إش قايل للصبح ويحبك الليل. ويطول صوته الإخراج. الله عليك. العمر. العمر. 28 ما أشوف. 28 ما أشوف. أشوف 28 منجز. لو كاتب درت وجهك ورديت شعيب وعمره يمطاريك يعجز. خوش. إش قايل للصبح ويحبك الليل. الله الله. وش كتبت إن العصر ما يرضى ينجز. زارك والدي من أيام بحيل له السب لزمة الشباك معتز. الله الله. إش قايل للصبح ويحبك الليل. الله الله. وش كتبت إن العصر ما يرضى ينجز. زارك والدي من أيام بحيل له السب لزمة الشباك معتز. نعم. على دق الطبل خفن يا رجلين. لو منك بني العباس تهتز. الله. وقف المعتصم بالجيش والماي وانت بعطة جدك كنت الأبرز. جميل. الله. جميل. انت وهم بس يا هو الهواي. الله. ظلوا بس خبر انت وهم بس يا هم الهواي. بس يا هو الهواي. ظلوا بس خبر بس انت موجز على كل راس ساعة الضيش تنعاد. الله الله الله. لحد ما تخفى عين النايم وفز. الله الله. يا تاريخ انت وهم انت وهم بس يا هو الهواي. يا هو الهواي. يا هو الهواي. هو طبعا. ظلوا بس خبر بس انت موجز على كل راس ساعة الضيش تنعاد. طبعا. لحد ما تخفى عين النايم وفز. يا تاريخ. الله يا تاريخ. كلهم ما يكتبون قروا شفك وخد المعتصم نز. الحلوة البيك الله يقول متروس واحنا نعرف ياهو يخاف ينبز. الله الله. الحلوة صح يا مو صح. حلوة البيك. انت وهم انت وهم بس يا هو الهواي. يا هو الهواي. اها ايه تأمر. انت وهم بس يا هو الهواي. يا هو الهواي. ظلوا بس خبر بس انت موجز على كل راس ساعة الضيش تنعاد. لحد ما تخفى عين النايم وفز. يا تاريخ. كلهم ما يكتبون قروا شفك وخد المعتصم نز. الحلوة البيك الله يقول متروس واحنا نعرف ياهو يخاف ينبز. من يمي من يمي احس من نضحك القاك. وحسك بين طفلة وعيد تندل يابس من نجيتك. من يمي من يمي أحس من نضحك ألقاك وحسك على راسي. سنة إلك. إن شاء الله الله يوفقنا كملها ونواصل 5 سنوات إن شاء الله. آمين. من يمي أحس من نضحك ألقاك وحسك بين طفلة وعيد تندل. جميل. يابس من نجيتك خضرت بيك لحد ما تيهت ما أعرف أذبل. جميل. شكو بملقاك حتى الماشي يلقاك. تطيني وتقل نعيد اسأل. اللي يكتني شكو بملقاك حتى الماشي يلقاك. تطيني وتقل نعيد اسأل. اللي يكتني اللي يكتني أشخبط بالزرع حيل وتسجلني سماد وأنا منجل. بس هي اللي كتلك وين ما كان من الله الكبير يصير محمل. بس انت صدق عسكري الباقين كلهم هاربين بوقفة التل. الله الله. بس انت صدق عسكري مولاي الباقين كلهم هاربين بوقفة التل. غمضنا ونسينا الصوت مو شوف وغلطنا وماكو غير نكذب الحل. الله الله. بس انت صدق عسكري الباقين كلهم هاربين بوقفة التل. غمضنا ونسينا الصوت مو شوف وغلطنا وماكو غير نكذب الحل. عفناك بكثر ما بيك زينات وبالمعتصم قمنا نعرف القلب. شبدك خلصك. عفناك بكثر ما بيك زينات. تقصير مولاي. اي والله تقصير. وهنيئا لك
بس انت صدق عسكري، الباقين كلهم هاربين بوقفة التل، عفناك بكثر ما بيك زينات، وبالمعتصم قمنا نعرف الألم، شبدك خنصرك بس محبسك وين؟ ولا ندور محبسك خنصرك أجمل، بس انت شبدك خنصرك بس محبسك وين؟ ندور شبدك خنصرك بس محبسك وين؟ ندور محبسك خنصرك أجمل، بس انت ثبت العدد غلطان، الرابع يصير يصير أول. وبسلامتكم. الله يا ابو سلامتك. الله يا الله يا ابو يو. هنيئا لك لو تكتب في موضوع قلائل كتبوا عنا حتى يتميز. هذا طبعا اكيد من من الطافهم سلام الطاف رب العالمين ببركه الزهراء يعني سلام الله عليها. ابو حبيب انا ما اريد افرض عليك بس اقرانا مولد انا حتى اقول للمشاهدين فرت سالفه يعني هذا الزلمه اخونا هذا الزلمه اخونا ابو حبيب يعني يعني من ابسط موضوع يبكي امروتك الليله لا ما مو ذول لحد حبابين شويه ديروا مالهم علينا انت لك بركات اخوي رزق اي هنيالك يلا نقول اخو السالفه من موبايل احنا اخو خلينا نتفق شوي انا بحب فاطمه اقطع سالفتك بخير لا لا خلينا نتفق انت تقرا مولود انا اقرا دمعه اقرا دمعه وانت اقرا مولود لا سالم انا بحب فاطمه قلبي رويت رويت وحديث الخدمة للعالم حلوة هالميانة ابو حبيب والله رويت 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 ولا اوديني للهادي رويت ارضى عن برضى الزهراء الزهراء الزكي يقول يا زهراء سلم لمن سالمك يا زهراء حرب لمن حاربك يا زهراء سلم لمن سالمك يا زهراء حرب لمن حاربك للوحي أسمع نشيدا ولا عن عندي عقيدة للوحي اسمك نشيدة ولا عن عندنا عقيدة ما يريدك ما نريده ما يريدك ما نريده نعنى ونلعن عبيدة نلعن ونلعن عبيدة يا زهراء هذا نداء خادمك يا زهراء حرب لمن يا زهراء وانا خادم ما ادري ليش انت يعني انا لا مو اعرف شلون احسنت يا ابا ابو مؤمل حبيبنا اول الله يعطيك العافيه تسمع شعر الله يعطيك العافيه انت ادري بيك ونرجع مره ثانيه هذا الزلمه بالله شو اسمه من تصير جلسات شعريه حضراتكم يعني موجودين وهذا يلزمني يقول يا اخي خلنا نسمع احنا والله صوتنا نقرا بس ذولا فرصه جماعه ابو مؤمل هم اطلب خدمتك الله يطول عمرك خدمتكم والله الدائره على عيني والله بعد ماكو احلى من هذا المكان اي بس باسلوبها ها اي اي راى العباس جيشا جهزوله خوش راى العباس جيشا جهزوله جه قال انا يوله جهزوله جهزوله اتعلم اتعلم الله بالطف جهزوا الرجال القمر يحسم هالقضية طبعا حطيت روح بزحمة الدائرة حطيت روح بزحمة الدائرة حطيت روح بزحمة الدائرة شايل جرح ضفتينا متبعثرة بعيونه كان الوسن نازل سهر الله 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 بعيونه كان الوسن نازل سهر وبقلبه كانت امنيه مكتره كون اقرا للعباس وقت الحرب
يم الشريعة وكون على القنطرة صدفة وأحس عقل نطقبي عقل وعيوني ما بين الترى ولا ترى وصوت النوايب قل بالك بعد اصحى انتبه لا تفقد الذاكرة. أنا أعتقد واقف كنت يم نهر الله والقاع كانت بالعدم موزرة تتنفس عذية بالهوة تنجرح الله وقلبي كانت أمنية مكترة حطيت روح بزحمة الدائرة شايل جرح ضفتينه متبعثرة بعيونه كان الوسن نازل سهر وبقلبي كانت أمنية مكترة كون أقرأ للعباس وقت الحرب يم الشريعة وكون على القنطرة صدفة وأحس عقل نطق بعقل وعيوني ما بين الترى ولا ترى وصوت النوايب قل بالك بعد اصحى انتبه لا تفقد الذاكرة. أنا أعتقد واقف كنت يم نهر والقاع كانت بالعدم موزرة تتنفس والقاع كانت بالعدم موزرة تتنفس عذية بالهوة تنجرح من حيث يمطر نبل قام الثرى فسر لي من حيث يمطر نبل قام الثرى فسر لي ما معنى السماء دم بجت واشرح لي ما معنى الأرض ممطرة دم الله أكبر والخيام تريد قطرة فسر لي ما معنى السماء ممطرة دم والخيام تريد قطرة ندى عبد الله ورد شفاه متفطرة الله معركة وانت تخيل المعركة سلهم عيونك والتعظ بالجرة العباس طر الدائرة مبتسم شاي اللواء يرف على الآخرة معركة وانت تخيل المعركة سلهم عيونك والتعظ بالجرة العباس طر الدائرة مبتسم شاي اللواء يرف على الآخرة الريح صاحت يا أبو فاضل أهب قللها لا تحصل غدا ثرثرة يقولون عباس انت خبلتي تنعد مؤنث ساعة الثرثرة معركة معركة وانت تخيل المعركة سلهم عيونك والتعظ بالجرة العباس طر الدائرة مبتسم شاي اللواء يرف على الآخرة الريح صاحت يا أبو فاضل أهب قال لها لا تحصل غدا ثرثرة يقولون عباس انت خبلتي تنعد مؤنث ساعة التنقرة إبلاء جازو أنا قادر على شنو أن أقلب الطف بالخصم مقبرة بس هذا رايد من رخصة ولي الله عسكر الحق بس الحسين آمره الله 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 إبلاء جازو أنا قادر على أن أقلب الطف بالخصم إبلاء جاز وأنا قادر على أن أقلب الطف بالخصم مقبرة بس هذا رايد من رخصة ولي عسكر الحق بس الحسين امره المادرة خلي يدري حتى يكون في علم كل من داري او مادرة القارع بهالواقع قد تحل من كون قد يحصل الماء قد جرى احسين خط احمر هلا وخيمته واخت العقيلة واخت المخدرة الماي صاحوا قالوا كفى لهم الجيش بحرا قالوا كفى لهم الماي صاحوا قالوا كفى لهم الجيش بحرا قالوا كفى لهم غدرا خذوه قالوا كفى لهم ولن نخلص حتى كانت تحب علي يا ابن الطفيل إياك أن تغدره الله الله ولن نخلة صاحت كانت تحب علي يا ابن الطفيل إياك أن تغدره سدد علي وعوف عين القمر
الشمس لو غاب القمر تنطره. الله. الندى على شفاه السماء لو نزل على الورد راح يطيح مو على الثرى. الله الله الله. الندى من شفاه السماء لو نزل على الورد راح يطيح مو على الثرى. مو على الثرى. العطشان ماي العزة تروي نصر. جميل. الله. جميل. الله. العطشان ماي العزة تروي نصر. الشبعان ماي الذلة ما تنصره. وعباس يم الماي يم مو نهر. الله 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 الله. وعباس يم الماي يم مو نهر. والجربة عاشت على الكتف انهره. جميل. العباس واحد بس احد من احد. وتقرا الف من كل كتر تنظره. الله الله. العباس واحد بس احد من احد. وتقرا الف من كل كتر تنظره. واقراها ظل بس تبقى عند امنيه. جو الضريح اقرا له يما انحرى. واقول له تقول زينب بعد اخي مات كل شي وراح اصدق. بعد اخي مات. بعد اخي مات علي ما بقت بالطاف. بعد اخي مات السما رادت خيم تنزل علي. الله الله. وسلامتكم. الله الله. الله عليكم. الله الله عليكم. الله عليكم. ما عليكم زود. احسنت. حجياد احنا منتظرين ابداعك وانت دائما مبدع. فدوى اروح لك انا. هذا يبتش ذاك. فدوى اروح لك. على براحتك. ايش حكي علي احمد؟ مو عليك والله. ها الي مو علي. والحسين مو علي. عصاب عيوني النوق شاق من عباته. عصاب عيوني النوق شاق من عباتي. خاف ان تصيد وتشوف ظل الخواتي. الله الله الله. خاف ان تصيد وتشوف ظل الخواتي. من نذكر العباس من نذكر العباس وش ضحى لحسين. ارجع لابوي يشبيك ما ماخذ اثني. من نذكر العباس ارجع لابوي شبيك ما ماخذ اثنين. شلون عاشت فاطمه وعايش علي وياها. شلون عاشت فاطمه عايش علي وياها. شلون عاشت فاطمه وعايش علي. اي بس البتون وحيدر نسخه محمد بالكون. بس البتون وحيدر نسخه محمد بالكون. وتخيل اجواء المكان البيس ويا يعيشون. ما ادري يقعد كم نبي وياهم من يقعدون. ما ادري قعد كم نبي وياهم ومن يقعدون. قلوا لهم يا بالحسن قعدتكم وش ما احلاها. شلون عاشت فاطمه عايش علي وياها.
اي حجم المكان وقيمته من قيمة الساكن بيه بيت اليلم هالعائلة بيت الله يكون نسميه جدران من طين وحجر جدران من طين وحجر بس هم حيل محلي يدق بابه مو رأسا يطب يدق بابه مو رأسا يطب كل ما يسير طاها شلون عاشت فاطمة يحب وحصيرة ومن فخار صحون ويطاحونة بيتهم أهل الزهد بس هذا اللي ملكونا لكن بتسبيحاتهم والأدعية يترسونا وريشات من جنح الوحي كل كتر من تلقاها الله يحفظه. ما قلت المن حجي خادم الحسين. طبعا القصيدة إلى أخونا الحبيب سماح الجنابي وحقيقة أنا دائما يعني الشاعر هواي أقرأ له. فمرة قرأت محفل قالوا لمن قلت لهم إلى سماح الجنابي فمن خلصت قالوا عاشت يدك ملا اليوم القصيدة حلوة وبس والله تعبان على كتابتها أنت هاي يعني قلت لا يا أبا مو إلي قال سماحة الجنابي قلنا لك لمن قلت إلى سماحة الجنابي قلت له لا عمي مو أي والله سماحة الجنابي بس والله متابعين يعني تابعي لا الجمهور كان صح ابو ايوب اكو مثلهم انا ما اقدر اسولف بهاي السوالف لا فتشي فتشي خفيف خلينا اليوم مرتاحين مال البيض مال البيض تخرب مال البيض مال البيض ادا دخيلك لا دخيلك كمان عندي واحد من اصدقائي ببغداد يقول يا اخي شفت بوك الصدام اسمع شاعر يجنن قلت له منو قال هادي النصراتي هادي النصراتي ما عندنا شاعر حسين اسمه هادي النصراتي طلع خطيه يسمع هذا النص غاتي الفيخ شغري إذا يصير أني طبعا أنا عبالي أفتح وياكم بعد محور حديث بس ما بقى وقت يعني أنتم ما شاء الله ساعة ونص ما افتهمنا من عدها يعني لأنه راحت مثل الجمال ومثل روعة الله يسلمك فأنا أرد أسأل سؤال سريع جدا شعراء ورواديد وخدمة وهيئات وحسينيات ومواكب عندهم ذكر استثنائي موقف استثنائي يوم استثنائي حالة استثنائية قمر العشيرة أبو الفضل سبحانك يا عظيم صحيح ولا سبحانك كتابتكم وقراءتكم للعباس هذا أحمد الخيقاني ما أدري شو يصير بيلة العباس حجة يا كذلك وكذلك الشعراء يعني هو مو صوجنة لا هو ماكو صوج لا هو مو صوجنة صوجه هو يصير تفضل الأخوة على النبوة من من القائل اللي يصير احسن اخو بالدنيا قبل فتره احسن اخو بالاخره قبل احسن اخو بالجنه احسن اخو بالنار احسن اخو بالشارع احسن اخو بالبيت سلام الله عليه هو مثال الاخوه الاعلى بعد وين قبل فتره مجلس الله يطول عمره الشيخ احمد الدر العاملي ونعم يمكن انا ما ادري اسامعه وما اسامعه ما اعرف يقول اكو احد الاشخاص اجى السيد محمد سعيد الحكيم قال له انا شفت رؤيه ورد اسولف لك اياها ما اقدر اسولف الواحد الله يطول عمره مرجعنا فقال له سولف قال له انا شفت رؤيه بحبي بن مظاهر سلام الله عليك قال له اي قال سالته قلت له ها مولاي شنو الموضوع هناك يمكم قال له احنا تاسفنا وندمانين عندنا ندم واسف تدري الاسف والندم اكو اختلاف معلوم فسال له قال له على شنو متاسف قال له تاسفنا ما بقينا لليوم نقيم مجالس الحسين سلام الله يعني. مثلكم هسه مجالس وهذا شكرا لله على وتندمنا على موضوع بعد شهادة الإمام مولانا علي الأكبر فوصل الحسين عند الإمام سلام الله عليه قال له هذا جدي رسول الله قد سقاني من كأس لن أظمى بعده أبدا يقول فهذا الكأس على كل واحد يستشهد أجى رسول الله طاء شربة من الماء وصل لأبو فاضل قال له ما أشرب الله الله أكبر الله الله قال له يا أبا الفضل هذا مي هذا إحنا لن تظمى بعده أبدا قال له ما أشرب أنا مي أنا إذا ما يشرب الحسين ما أشرب. أما تعين حتى من انقتل أبو فضل العباس. أما تعين عليك. جاء رسول الله قال له ما أشرب. قال أبو أيوب هو الرمز هو. الأعلى صح أبو الله عليك. هي إيه. صحيح. هو حتى هذا. يعني كتابات الشعرية لما تكتب في عالم الشجاعة طبعا الشجاعة فرد موضوع طويل عريض في عالم
الأدب والثقافة العربية، بس لما توصل للعباس تكون مختلفة، موضوع زواياها مختلفة، مو صح؟ لها نغم بالثورة، لها نغم بالعطاء، يختلف عن بقية يعني كل المواضيع. حتى بالعزاء عندنا إيه؟ يعني عندنا العشرة الأولى من محرم، عشرة أولى واحد، وليلة أبو الفضل العباس واحد عشرة أولى، يعني واحد عشر ليالي قبل ليلة بتنام بما فيها هم. أكو قضية بعد الحاج يحكي، أكو قضية بعد يعني أكثر تدقيق، أنه هم سلام الله على أبو الفضل هو يعطيك القصيدة، يعني احنا كشعراء صحيح، انا يعني كان سمت من عادة من زمان انه اذا قبل محرم انه فترة اجي لأبي الفضل العباس اخذ اذن لكتابة قصيدته، انه انت جاي تشوف هذا الموسم تسمح لي انه اكتب عليك هذا الموسم، فاريد من يمك نظرة، فهم يجيبونهن ويطون لك اياهن سلام الله عليه، ويقول لك نزلن اكتبن، واحنا بعدنا ما ادين ايدينا لهم. اي والله ما رد نطلب من غيرهم توفيق وسداد ومدد ونظر، احنا شارفنا على النهايه حتى ناخذ روائع اخيره. نعم انا اختارت، تختارون انت تؤمر وتختار. لا العفو بس راح يصير هالمره يعني اختيارات لا على التعيين، انتوا براحتكم. قصيرة لا طويلة. لا لحظة احنا قصيرة طويلة. المخرج هو راح يختار. يلا اختار. نبدأ بمن؟ استاذ سجاد الباوي. ايه ابو مؤمل. نعم. اختار اللي عجبك. انا اختار اللي يا صديق عبد الرحمن. قلت لك احنا لا كبير ولا الفنان ولا المذيع. لا هو انا هالمرة راح اجيب المذيع. لا هذا الاختيار مخرج بعد انت هذا الاختيار راح انحاز اليه تمسمع بس يسمع حتى لا ناخذ وقت، هذا الاختيار راح انحاز اليه. نجي من النجف، احنا في هذه الملحمة العظيمه في كربلاء الحب والعشق، ام البنين تريد تزور الحسين سلام الله عليه، فتجي لمن؟ تجي لأميرة المؤمنين سلام الله عليه، انت باعتبار نجف فمنك جينا. فالقصيدة يقول حطت حمامة بباب حنطة يم البلايا حساب شنطة. الله يا عيني. حطت حمامة بباب حنطة يم البلايا حساب شنطة، جيتك يا بعد اللي يطصنطة. ويلي الله جيتك يا بعد اليطي، حطت حمامة بباب حنطة يم البلايا حساب شنطة، جيتك يا بعد اليطي صنطة محتاجة تاخذ روح مشوار، جيتك بعد ما حول الموت أنا العليها ما ثغب صوت، ولا من ولدها حزان تابوت أقبض من الزاتوت إيجار، جيتك بعد ما حول الموت أنا العليها ما ثغب صوت، ولا من ولدها حزام تابوت أقبض من الزاتوت إيجار، وديني للطف وديني للطف جربة دموع، الماي المباح هناك ممنوع، وقت العطش ما تبكي الشموع، وقت العطش ما تبكي الشموع، مكروه ذا مول الضوى النار، بفياي بيتك بفياي بيتك جنة قبور، الله الله بفياي بيتك جنة قبور، للما يرد لو ديرة تنذور، يقولون واقف مثل البخور يصعد عطر وتلحق الأبصار، يقولون واقف مثل البخور يصعد عطر وتلحق الابصار، تقول اتمنيه تكون اخدم ضريحه والحال يتوجع لطيحه، اتمنيه تكون اخدم ضريحه والحال يتوجع لطيحه، اتبدى فوق تراب ريحه، اتبدى فوق ترابه، اتمنيت كون اخدم ضريحة والحال يتوجع لطيحة، اتبدى فوق ترابه ريحة ويرخص لظلن يمة تذكار، انت المحنة الرب تحسين وعلي وفرها بدورة العين،
انت المحنة انت المحنة الربة تحسين وعلي وفرها بدورة العين مثل القميص الصار لسنين مثل القميص الصار لسنين ينجرح كل ما يوم يندار كنت كل مغربة توجه لرباي وقل لحسين عيدي ظل لرباي إله العمر لو طول لربي 12 عباس ويا حسين أخي وبسلامتكم. الله 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 يا أبو حبيب اقرأ ما يحلو لك. لخدمك سيدي تدري بنيته وأنا ما تمك بضلوعي بنيته لخدمك سيدي تدري بنيته وأنا ما تمك بضلوعي بنيته 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 أنت ذاك من فزعا أنت ذاك من فزعا بنات بنات نهض نهض بجروح بجروح 1900 بعد أبو حبيب يقول حشى يا عم هذا مجرب قضاء الحوائط اي والله مجرب تقول حشى يا عم عن حسين خليت وبس من التراج اشكيك اشكيك حشى يا خليت 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 وبس من التراج اشكيك خليت بدا الطف ويا لمعتهن ركضت عمتي غطتهن لحظة ولا نشمر عتهن طلع دم احلى من عدهن تقول له ما اريد التراج بعد ابو فاضل تقول له ما اريد التراج بعد خليت خليت بذاني بذاني جفوف وكيلوقن علي علي حشى يا عمي عن حسين والله خليت خليت حشى يا عمي عن حسين خليت وبس من التراج اشكيك خليت بتطف ويا لمعتهن ركضت عمتي غطتهن لحظة أولى الشمر عتهن طلع دم أحلى من عدهن تقول له ما أريد التراج بعد خليت خليت بذان جفوفك يلقين علي حسام الحمزة احسنت احسنت انت عشت الشو ابو ايوب اي حج اي اخوي اي بتشينا بعد بنهاية اي يلا اخوي غبت عدة ايام من المدرسة ومن رجعت للدوام حتى استاذ سجاد العفو من بعد اذنك طينا صوت شوي اي دارين اخوي صار المال يسوى اخوي مولاي غبت عدة أيام من المدرسة وعند عودتي هذا الحدث في أيام الابتدائية
وعند عودتي إلى الدوام سألني المعلم ما سبب غيابك؟ ما سوء حالك هذا؟ فأجبته قائلا: أنا تلميذ شاطر وندى للحل، وقعد غبشة قبل الدرس الأول، واخجل من نجي وما حافظ الدروس إذا شفت المعلم قام يسأل. غبت عن جرح من تعاقب يطيب، الله الله الله، وباكر ينسى واثاره تذبل. غبت عن وعي مو بس عن الكتاب، وكنت حاضر بين حسين والتل، كنت حاضر ادور متون لفظيج صوت الجيش مدري شلون تندل، كنت انشد على المضايق الماي واقعد يمه وارسم شي مبلل، ادور خشب ما محروق بالليل، باكر غبشه محتاجين محمل، ادور بالعيون الكتر الخيام من جوا التراب وجاي تخجل، اركض واستراح هواي عباس، اريد اوصل واقول له شبيك وافشل، اركض واسد بحلوق اللي يشتمون لان مو انا اللي يشتمون، واقبل الكاتن اللي هو من الجيش لهناك والدخان يم حسين طول، الف مره التفت ما شفت عباس، بس عن حلفه الله لقيت مجمل وقمت اصرخ ورا الرقضه وعلى خيام، عيب علي يخرب شي معدل، عيب عليكم تعوفون الحسين يدور خنصره وما جاي يندل، ترى البنخيم بسم الله فما فوق، على البنخيم رب الخيم يزعل، انتم ما طيتوا تراب للقاع وهم الطولة ربهم وين الاجمل، ما خلوا ولا كاروك متروس التحقوا للحرب وين المدلل، عزيز بصف عزيز انترسة تلقاه طاح ويلا قام القمر يكمل، طاح ويلا صار الماي بخير، ترى البلخيم بسم الله فما فوق، على البلخيم رب الخيم يزعل، انتم ما طيتوا تراب للقاع وهم الطولة ربهم وين الاجمل، ما خلوا ولا كاروك متروس التحقوا للحرب وين المدلل، عزيز بصف عزيز انترسة القاع طاح ويلا قام القمر يكمل، طاح ويلا صار الماي بخير، كانوا اطيب من الماي واسهل، المهم وصلت الناس حرقت خيام، واريد اوصل واقول له شبيك وافشل. الله الله الله، عذرا يعني عذرا للزهراء. الله يا ابوي كيف الزهراء، لا هذا كله بعين الزهراء سلام الله عليها. سلمت يا ابائي، عم الله عليكم. مسك الختام حج، اروح لك فدوى ان شاء الله. قلت لك ما يحلو لك والله، الحضور كلهم مسك ان شاء الله. الله يسلمك. أنا الباب قت الدنيا وغرت أهواه، أنا الباب قت الدنيا وغرت أهواه، أنا اللي بعت روح على الشياطين، عصيتك ربي بس تندمت حيل، وذا مو رحمتك أنط الوجه وين، أنا الباقة الدنيا وغرت هوايا، أنا البعت روح على الشياطين، عصيتك حصيتك ربي
بس تندمت حيل وإذا مو رحمتك أنطل وجه وين جيت وبالدمع غاسل هالذنوب جيت وبالدمع غاسل هالذنوب ومن غيرك يرحم دمعة العين أنا تايب وجيتك جايب وياي أنا أنا التايب وجيتك جايب وياي فطرت بحب علي وهاي العناوين بطرق قلب وقلم والنية والراي جيت أتوسلك راي الطلبتين إلهي بجاه كل من عند لك جاه طلبتين إلهي بجاه كل من عند لك جاه تنطيني عبور حتى اخدم حسين تطيني عبور تخدم حسين لحد ما شي بيتريس رمش العيون إلى أن نصبح إلى أن يوم نصبح به ميتين وريدا من نموت الوادم تقول الله يرحمه مات الخادم الزين إلى أن يوم نصبح به ميتين وريدا من نموت الوادم تقول الله يرحمه مات الخادم الزين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة طول العمر ان شاء الله الله يعطيك العافيه لو وصلنا الى الله يحفظك كلمه الختام في حلقه هذه الليله الرائعه اللي هي متنوعه المشاعر حقيقه جمال ودمعه وفرحه وروعه وابداع متفضلين يا حيدر الشيباني كنت ضيفا رائعا جزاك الله خير شكرا لله وشكرا للزهراء وشكرا للدعوه من القناه الكريمه ومن حضرتك انا خادم حضره سيد بهاء الطيب احنا نتشرف بوجودك وانت اسم كبير وعلم واستاذ بالفعل اسم يعني. الزهراء ان شاء الله كبير بالزهراء ان شاء الله سلام الله عليه ابو حبيب خويا نعم الله عليك سباقين ان شاء الله دائما تحت الفرصه الزهراء تاخذ بايدك وتمن عليك دائما انه انت سريع الدمع لمولانا سيدنا ان شاء الله فدور عليك الله يطيل في عمرك ويحفظك ومؤمن تحياتنا للجميع ان شاء الله انت عزيز وغالي وشكرا لمجيئك وحضورك يا اخويا انا اختم يعني كلامي بهذا البيت لان احنا امام قبه الحسين سلام الله عليه وهواي ناس وهواي ناس توصينا نعم يعني وتطلب عندها حاجات فقل له ابو علي الدنيا بغير وجهك ما يحلها وجه وانا ادهتني الدنيا بغير وجهك ما يحلها وجه وانا ادهتني ما يحلها طعن القال امامك ما يحلها قلت لي يحلها من تصعب علي
وشكرا لكم وشكرا لقناة الإمام الحسين. شكرا لوجودك حجي أياد النصراوي المبدع الكبير. فدوى شكرا لوجودك يا أخي. فدوى العمرك فدوى العمرك. شكرا لحفاوة التقديم وجمال الوجوه الطيبة اللي جاي تحيطنا حاليا حقيقة. وشكرا لهذه القناة الكريمة المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى قضاء لحوائجنا وحوائجكم وشفاء لمرضانا ومرضاكم كذلك تعجيلا في فرج المولى صاحب الزمان عجل الله تعالى. باسم كادر قناة الإمام الحسين باسم القائمين الإدارة أخونا سيد بهاء نشكركم فردا فردا حيدر الشيباني أحمد الخيقاني ناصر صالح يا الصراوي. إن شاء الله الحسين يجازيكم وهو اللي يبادل تعبكم بالخير والسلامة. أعزانا وأحبانا المشاهدين ليلة كانت من أروع ما يكون كما في الليلة السابقة وإن شاء الله في الليلة القادمة باكر إحنا راح نكون في خدمة النجف وكربلاء. ما راح أقول الأسماء بس نجف وكربلاء. لو اقول شو تقولون؟ شو الاعلان منزل اي لا موجود الاعلان من مدينه امير المؤمنين الشاعر زيد السلامي والرادود الحبيب ماهر الشبلي ومن كربلاء الحسين الرادود حسين الصغير الكربلائي والشاعر علاء عبد الحسين الكربلائي تحياتنا لهم. نشوفكم باكر في تمام الساعه العاشره والنصف. انا عبد الرحمن النصري اقول لكم في امان الله.